عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم عالم أم أسامة. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا غادي تكون بيتزا بعجينة رائعة بزاف ناجحة، كتجي بحال ديال المحلات تماما، خفيفة ورطبة وفي نفس الوقت اقتصادية. المكونات ديالها بسيطة بدون زبدة وبدون بيض. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا طريقه التحضير. غنبداو بالعجين اللي كنحتاجوا ليه جوج كيسان ديال الفورس، اي دقيق الابيض، وكاس ديال الفينو اللي هو السميد الناعم، وغنضيف جوج ديال المعالق ديال الحليب مجفف. غنخلط النواشف، هذه الكميه غتخرج ليا 3 ديال البيتزات بالحجم اللي شفتو معايا في الفيديو. وعندي هنا معلقه ديال خميره ديال الخبز، غنضيف ليها شويه ديال الماء، الماء يكون دافي ما يكونش سخون بزاف، ونخليها حتى تتفاعل الخميره، وغنضيف معلقه صغيره ديال الملح، دائما الملح راه تبقى على حسب الذوق. غنخلط ديك الملحه مع الدقيق، وغنضيف الراس ديال معلقه صغيره ديال الابزار، هو تيكون اختياري اللي ما بغاش تضيفو بلاش، وشويه ديال الزعتر. غنحكو بيديا، صافي غنخلط داك الدقيق مع داك الزعتر، وغنضيف ديك الخميرة اللي تفاعلت ليا، غنبدا نعجن العجين بالماء الدافي. بالنسبة للماء عندي هنا كأس ديال الماء زائد داك شوية اللي درت الخميرة في الأول، يعني كنحتاجو للعجين كأس وربع ديال الماء. غنضيفو الماء شوية بشوية ونعجنو العجين ديالنا، ودائما الماء راه تيبقى على حسب نوعية الدقيق. ملي كنعجنو العجين ديالنا كنجمع المكونات، كنخلي زيت الزيتون هو اخر شيء. فانا هنا ضفت 3 ديال المعالق الكبار ديال زيت الزيتون، وغندلكها غير واحد شويه، ندخل لي هذيك زيت الزيتون. وهاد المرحله مهمه بزاف اننا نخليو الزيت حتى الاخر ونضيفوها للعجين. هاد الطريقه كتعطي نتيجه مغايره على اننا نضيفو الزيت من الاول. صافي دابا غنجيب واحد البلاستيك الغذائي باش نغطيو العجين ديالنا ونخليوه يخمر. فهاد الطريقة هي الطريقة الصحيحة ديال العجين ديال البيتزا، غير تبعو المراحل غتنجح معاكم ان شاء الله من اول تجربة، وغادي تولي هي الوصفة المعتمدة عندكم. العجينة ديالنا هي فاش خليناها تخمرات، خصنا نخليوها تخمر مزيان مدة كتبقى على حسب الجو. انا هنا خليتها ساعة كاملة. صافي غندير شوية ديال الزيت ليديا، وغنفرغ ديك العجينة فوق سطح العمل،
باش نقسمها الى كرات. كما قلت لكم هذه الكميه راه تعطيني 3 ديال البيتزات. نفرغها غير واحد شويه من داك الهواء فوق سطح العمل ونقسمها الى كرات. واللي بغى يحضر كميه اكبر يضاعف المقادير اللي استعملت باش هكذا تخرج له كميه اكبر. ملي شكلتهم كرات غنغطيهم ونخليهم يخمروا ديال المره الثانيه. صافي هانتوما ملي خليت الكرات يخمروا للمره الثانيه هانتوما راه طاب الحجم ديالهم. غنرش واحد شويه ديال الفينو فوق سطح العمل. صافي غنبدا نشكل البيتزا ديالي. تنبسط العجين كنبدا في الوسط نطفي داك العجين باش داك الهواء يمشي ليا للجوانب. كما تتشوفوا راه الطريقه واضحه وغنبدا نبسطها بحال هكذا في يديا باش هكذا العجين كيطلق. ما تنستعملوا لا مدلك لا والو غير بيدينا تنبسطوا العجين ديالنا. صافي تنكملوا بيديا تنحاول قد الجوانب. صافي وغنحطها في اللاطة. وهذه البيتزا الثانية حتى هي نفس الطريقة. تنبسطو الوسط غير بالريوس ديال الأصابع وندفعو داك الهواء للجوانب. داك الهواء اللي تيكون في الجوانب ديال العجين كيجيو في البيتزا ديالنا ملي كطيب منفوخين ورطبين. صافي غنبسطوها مزيان بنفس الطريقة. الجوانب كيبانو طالعين على الوسط وغنبداو مباشرة نعمروها. عندنا صلصة طماطم غنوزعها فوق العجين مباشرة، يعني ما غاديش نحتاجو نتقبوها بالفرشيط. بالنسبة لصلصة الطماطم عندي هنا صلصة جاهزة. صافي وغنضيفو الجبن موتزاريلا والحشوة تتبقى دائما اختيارية كل واحد وداكشي اللي متوفر عنده وداكشي اللي تيبغي. صافي غنضيف الطون كما قلت لكم الحشوه تتبقى اختياريه. وغنضيف الفلفله الحمراء اللي قطعتها شرائح رقاق. هاد الجوج عمرتهم بالطون والثالثه عمرتها بالكفته والبصله. دخلتها طيب هي اللي عمرت الاولى. وغنضيف الزيتون اسود
بالنسبة للزيتون أسود مهم في البيتزا، هو اللي تعطي ديك الجمالية للبيتزا. وعندي هنا فرماج أحمر، غنضيف كمية لا بأس بها من الفرماج الأحمر، وعندي هنا الزعتر اللي غنحكو بين يديا. صراحة الزعتر تيجي في البيتزا تعطيها واحد النسمة زويونة. وكنضيف من فوق معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون صافي، وندخلها الفرن باش تطيب. هنا ملي طابت اول بيتزا حضرناها غنقسمها باش تشوفوا كيفاش كتجي العجينه، كتجي طايبه وفي نفس الوقت كتجي رطبه، دوك الجوانب كيجيو خفاف بزاف. وهاد الطريقه هي الطريقه الصحيحه ديال البيتزا، كتجي ناجحه 100%. ان شاء الله غادي تنجح معكم من اول تجربه، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا على تشجيعاتكم والتعاليق الزويونه اللي كتخليو ليا. وإلا عجبكم لا فيديو شاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، واللي كيزورني اول مره في القناه يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد. وشكرا على المتابعه والتشجيع، وفي امان الله وحفظه. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.